أقسم بالله العظيم أن أحافظ على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأرعى سلامة الوطن وأؤدي واجبي بالذمة والصدق. لقيت حاجة؟ لا يا باشا. طيب أمنه هنا. أنا في إيه؟ هيسا بيه؟ في إيه؟ محمد بيهرب. طب اقفل. بيت أمك مش هو الحل. سهل جدا يوصلوا له. انت بتتكلم وكأنك واثق ان في حد ممكن يأذينا. انا مش واثق بس انا عارف. طب ومدرسة ياسين هنعمل فيها ايه؟ اجلي كل ده اللي انا بعمله يا هيطلعنا سابع سما يا هيدفننا في سابع ارض.
طب تفتكر يعني الشقه المفروض دي هتبقى امان؟ ان شاء الله امان، ما تخافيش يا رب. انت عارف انك ليك اكتر من 24 ساعه ما نمتش؟ عارف، بس انا مش هسالك بتعمل ايه، هسالك شيء واحد، ينفع كده؟ اكيد ينفع يا عبد، هو شغلي كده. ياسمين قالت لي صح تخبي عن حاجه زي دي؟ ما حاجه ما تتقالش. ازاي ما تتقالش؟ هقول لك ايه، عندي مرض نهايته معروفة. الأعمار بيد الله، ما تقولش كده. ونعمة بالله، بس هي ده الحقيقة. عندي مرض علاجه يبتدي بتدخل جراحي ونجاح العملية نسبته يتعدى على صوابع ايدك الواحدة. أقول لك إيه بقى، هموت ضعيف عشان أشوف في عينيك نظرة شفقة زي اللي أنا شايفها دلوقتي. شفقة؟ انت بتسمي حبي لك شفا؟ بتحبوني ساعدوني، انا محتاج لك تقف جنبي يا عبد. وانا جنبك ومش هتخلى عنك ابدا. ما تجيبليش سيره المرض تاني خالص لحد ما اقول لك انا جاهز وداخل اعمل العمليه. وانت مطمن ان الوقت ده هيجي؟ لا يا معتز، شوف انا صاحبك مش هكذب عليك. اللي عرفته ان العمليه دي لازم تعملها في اسرع وقت ممكن، والفرصه الضعيفه لنجاح العمليه اللي بتقول عليها هتبقى معدومه. والله 24 ساعة يا عبد وادخل اعمل كده ان شاء الله. لو جرالي حاجة ياسمين وابني في حمايتك. ما تقلقش. ها هتفهملي في ايه؟ وناوي على ايه؟ هفهمك في وقته. هخلص بس اللي بعمله. الو جمال باشا. فكرت؟ انا موافق. وانا عارف انك كنت هتعمل كده، وعشان كده انا فعلا اتحرك. عملت ايه؟ لا دي بتاعت انا بقى. المهم هتعمل ايه في محمد لما يرجع؟ انت عرفت؟ تفتكر مش هعرف؟ انا ساعدتك بس يا عيسى عشان لعبتك عجبتني. عارف لعيب الكوره اللي ما بيكسبش ولما يلعب لعبة حلوة تقول له الله؟ انت لعبتك تستاهل الله. المهم ما تخرجش بالثلاث نقط من المباراة. ليك نقطة وانا نقطة، كده نبقى حبايب. انا موافق. ما تحملش هم موضوع الضابط ده خالص، شيله من دماغك. هكلمك بعدين. ادخل يا ايمن. جمال باشا بلغني ان معليك عايزني. اقعد. شكله موضوع كبير. انت لما اتكلمت في موضوع عيسى وداود الطحاوي حد اداك اذن تتكلم؟ يا باشا دي كلها معلومات وسبق صحفي لازم نتكلم عنه. وانت من امتى بتتكلم من غير اذن او حتى ضوء اخضر في اي حاجه؟ يا باشا عيلة السيوفي اصلا كده كده مقلوب عليهم. انا عارف انت بتقبض من مين عشان تتكلم امتى وازاي. فاهم؟ مش اي حاجه تتكلم فيها على هواك. تتكلم لما انا اقول لك تتكلم بس. خليك فاكر ان الحساب بينا لسه ما خلصش. المهم انا عايزك في حاجه اهم. اؤمر يا باشا اللي عندي قبل دي. شايف العنوان الرئيسي ده؟ يا باشا ما ده الضابط اللي لقى عنده جثه السيوفي. مظبوط. انا مش عايزك في البرنامج بتاعك تتكلم غير عن معتز ده او في البرامج اللي تبعنا. عايزه لما يمشي في الشارع الناس هي اللي تقبض عليه. الو هند، انا عارف الوضع اللي انت فيه مش مريح وبعترف انا غلطان، سامحيني بس عشان خاطري ما تنزليش من البيت ولا تفتحي لاي حد، ولو حسيتي بأي خطر كلميني على طول، أنا هطمن عليكي من وقت للتاني. هقفل معاكي دلوقتي. باشا عاوز إيه؟ كل اللي طلبته حصل يا باشا، وفي واقعة فعلا مشابهة حصلت في اسم مصر الجديدة. معاك ملف القضية؟ على المكتب يا باشا. تعالى.
خير، عايز ايه؟ انا زهقت يا كرمان. زهقت يعني عايز تعمل ايه؟ عايز اخرج. ما تتفضل، حد منعك؟ طب واسيبك يا كرمان؟ عايز تعمل فيا ايه تاني يا خالد؟ هتلبسني تهمه تانيه؟ خسارك يا كرمان. على فكره انا زهقت ان انا اثبت لك ان انت اهم حاجه عندي في الحياه، وان مصلحتك عندي هي الاولى. وعشان اثبت لك ده لما معتز اغمى علينا خدت الصورة على الموبايل ورفعتها على الايميل بتاعي عشان يبقى معايا سند اعرف افوض بيه عيسى عشان حقك. والله الف شكر. هو انا ممكن اسالك سؤال؟ طبعا. هو انا لما اخد فلوسي انت فاكر ان هينوبك حاجه منها؟ اسمه العدل. عدل؟ أني عدل بقى؟ العدل لما حد بيساعد حد عشان ياخد حقه فبينوبه الحب جانب. وبعدين مش انا وانت هنتجوز يا كريم؟ تصدق ان انا كل يوم بكتشف ان انت اكبر غلطه في حياتي. الله يسامحك يا كريم، ربنا وحده اللي عالم انت ايه بالنسبه لي. طب ايه، مفيش اي رد ايجابي على اللي انا قلته؟ ماشي يا كريم ماشي. هقول لك. انا ممكن اتكلم معاك؟ هحصلكم. اتفضلي. انا جاي عشان اقولك ان لو انت بيتلعب بينا من شخص معانا هنا، من مصلحتي ان انا اكون معاك. بعدين الشخص ده مش من مصلحتي ولا من مصلحتك انه يفضل معانا هنا. خالد؟ ايوه انا عارف. لا انت مش عارف. انت مش عارف مثلا ان هو استغل مرضك وبعت الصور؟ بعتها لنفسه بالايميل. انت عرفت ازاي؟ لما انت عارف كده سايبه معانا هنا ليه؟ عشان هو اللي هيوصلني للي انا عايزه. خالد ده تعبان، ممكن يلدغنا كلنا في لحظه. طالما طلعتي جدعه كده انا عايزك تقومي على امه وتعملي اللي يقولك عليه. لا لا مش هقدر. انت ما تعرفش خالد ده عامل في حياتي. انا اهون عليا اموت ولا اني اتعامل مع خالد تاني. لازم تحاولي. لو عايزه تخرجي شيرين وتاخدي حقك تحاولي. لازم امشي. انت رايح فين وهتسيبنا؟ انا اسفه، انا قصدي يعني عشان احنا في مركب واحده. هقولك كل حاجة في وقتها وتعمل اللي قلته لك. نفس نوع الرصاصة وتقريبا نفس الإصابة. بالظبط يا فندم. بس مين زكريا ومين خالد؟ خالد ده محامي، وكان المحامي الخاص لكريمان ومحمد السيوفي. دي حلوة قوي. جيت في وقتك. في ايه؟ لا احنا لازم نتقابل. هو ده اللي انا كنت عايزك فيه. ماشي يا كمال. حاولت انصحه كتير بس هو مفيش فايدة. ده عيل وسخ. والله ده وسخ جدا. المهم معتز باشا يقول لك اي حاجه حمامه هتستنى هنا. عارف الواد اللي اسمه خالد؟ عينيك ما تفرقوش، تلزق له زي ضله. تبرو حصل اراضيك. لا من غير ما يحس. لا ده افهم ياض، خالد ده تقطره بس. اه تمام يا معلم. انت عارف ياسمين مراتي؟
اي حاجه تحصل لها تكلمني على طول. تبرح حصل يا كبير. خد كل الناس برا. امرك. اوعى تكون فاكر يا عيسى ان انت هتخلص مني بسهوله كده، تبقى غلطان. دي بس مجرد بدايه. بدايه نهايتك ان شاء الله. ما هي لو هتبقى نهايتي مش هتبقى نهايتي لوحدي، تبقى نهايتك انت كمان. ما تبصش تحت رجليك يا عيسى. انت شايفني بعد كل اللي عملته ابقى واحد باصص تحت رجلي؟ متفرحش قوي بانتصارك ده. انت صحيح كسبت جوله، بس اوعدك ان في جولات كتير جايه. وبدل ما بتضحك الضحكه دي دلوقتي هخليك تعيط بدل الدموع دم. ياه، الكلام ده كان لازم تقوله قبل ما تسرق. انا ما سرقتكش وعمري ما حرمتك من حاجه. انت مش واثق عليا عشان تحرمني. دي فلوسي اخد منها زي ما انا عايز من غير اذن. انت سرقتني. انا كنت بحميك من اللي انت بتعمله في نفسك. لا لا لا، الكلام ده تضحك بيه على السيوف الكبير صح؟ تقول له اسم العيلة، اسم العيلة في خطر. انت عينت حد تاني مكاني. انت اللي اضطرتني لكده. وانت ما كنتش شايف نفسك عامل ازاي؟ انا لولا ان انا سفرتك بره عشان تعالج بالهباب اللي انت كنت بتشمه ده، كان زمانك دلوقتي ميت. مين اللي ورطني في ده؟ مش انت؟ لا لا، ما تتفاجئش، ما تمثلش. عرفت نقطة ضعفي واتكيت عليها. حفلات ورا حفلات، والجرعة تزيد وتزيد وتتصر تصر لغاية ما لقيت نفسي مرمي زي الكلب بتعالج بره. وانت سرقتني. انت وقعت عشان انت كنت ضعيف. ضعيف؟ ساعدني، وقف جنبي، انا اخوك مش تسرقني. طيب يا اخي، انت كل حاجة دلوقتي رجعت لك اهي وبزيادة كمان، عايز ايه؟ عشان انا استغليت نقطة ضعفك زي ما عملت معايا بالظبط. نقطة ضعفي؟ ايه هي بقى نقطة ضعفي؟ معلش عشان عايز اعرف. غبائك، غرورك، طمعك. انت صدقت ان انا ممكن اخرجك من السجن وارجع لك كل حاجة. برافو يا عيسى، بجد برافو. بس انا معلش يعني عندي سؤالين كده عايز افهمهم قبل ما تحكم على غبائي ولا ذكائي. طالما انت خدت كل حاجة، كل حاجة رجعت لك، ايه كان لازمتها اللف والدوران ده؟ ما عنديش وقت اجاوبك خلاص. او انت ما عادش عندك وقت تسمع. طب يا اخي، اذا ما كانش على سبيل الاخوة اعتبرها على سبيل الفضول. عايز تسمع؟ يعني لو ما كانش عندك مانع اعتبرها اخر امنية ليك. بعد ما رجعت من المصحة اول مرة ولقيت بابا بين الحياة والموت، ولقيته كاتب لك كل حاجة وانت صاحب القرار، بعد ما كنا نقسم القرار سوا، حتى المشاريع اللي كنت مسؤول عنها لقيتك مديها لحد تاني يديرها. زرعت جوايا بركان غضب لا انت ولا هو تقدر توقف قدامه. ما كنتش اتوقع انك انت ممكن تزرع اجهزه مراقبه في كل مكان. اصل اللي بيسرق بيشك في التراب اللي بيدوس عليه. استغليت الفيديو ده ضدي. ده انت حتى سبت كريمان تلعبني بيه. مسكتني بالفيديو ده من ايدي اللي بتوجعني. يا اما اخضع لك وارضى بالامر الواقع، يا اما تحبسني. كنت مبسوط وانت شايفني بنهار. عشان تكسرني وتموتني بحسرتي كتبت لك كمان بدل الشركة اتنين وتلاتة،
وفي الآخر رحت اتجوزت هالة طارق بعربون جواز 10 مليون دولار. ومش بس كده، كمان خليت رجالتنا يخلصوا على بعض. وهتعمل ايه مع عزام؟ هنفذ اللي طلبه مني. اوكي خلاص، انا تعبت، ما بقتش قادر استحمل. كل مره هنيجي نعمل نفس الموال. تمام، المره الجايه بصتك ليا عمري ما هنساها. فجرت بركان جوايا ورجعت المصحة تاني، وكانش قدامي الا حاجة واحدة بس، ارجع حقي. لا مش بس حقي، كل حاجة عليها اسم السيوف. انت ضيعتها، كان لازم اخلص منك الاول، بس مش بالقتل. اصل القتل هيخسرني، مش هستفيد. كل الحسابات اللي بره هتبقى في الهوا. عشان كده كان لازم اديك فرصة تانية للحياة، تخرج من السجن واوصل للي انا عايزه، وبعد كده امرك انتهى. اصل بموتك ممكن كريمان تكوش على كل حاجة، وممكن هالة طارق تطلع وتطالب بحقها الشرعي. تاني حاجة إنه كريمان تتنزل لي عن كل حاجة، تتنزل لي أنا مش أنت. تالت حاجة أخلص من هالة طارق. استغليت إن جمال الدين والحكومة عايزة تخلص منك، بس استثماراتك واللوبي الدولي مانعهم أو مخوفهم إنهم يلفقوا لك قضية من القضايا اللي بتتلفق لرجال الأعمال دي. فانت كنت عامل زي الشوكه في حلقهم، لا هم عارفين يبلعوها ولا عارفين يرجعوها، ويخلوا المجموعه تنهار وسعرها يبقى في الارض، وبعد الحكم بالاعدام عليك يشتروها بتراب الفلوس. وانت طبعا ما كدبتش خبر وجيت لي جري على السجن. قدامكم 5 دقايق بالظبط المسموح بيه، لان الزياره ممنوعه في التوقيت ده، واحنا عملنا كده علشان الموافقه جت من فوق. مفهوم، متشكر. اقفل الباب. عملت ايه؟ عايز تطمني. انا وكريمان اتفقنا على الجواز. مش بس كده، دي كمان هتلبسني ابنها من خالد. لو مش مصدقني اسمع. شويه كده بصوت عالي، ليه تحط في جيبك جنيه لما ممكن بعد سنه يبقى معاكي 10؟ ازاي بعد سنه؟ لما ولي العهد يشرف، لو محمد ملوش في الخلفه عيسى اكيد له، وساعتها بقى مش هيفرق. الواد ده مني، الواد ده منه، المهم ان يكون في ولد، والولد هو اللي بيوش. عرفت؟ مش مصدقني. انت الكذب، انت كانت مفهماني ان انت اللي هتموت عليها. انا هبص على مرات اخويا، اديني اثبت لك خيانتها. قول لي، فكرت في اللي قلت لك عليه؟ اللي انت عايز تعمله ده صعب يا عيسى، تنفيذ صعب. كريم ممكن تموت. مش هيحصل. انا عارف انا بعمل ايه بالظبط. ده عمي يا محمد، مفيش مجال للصدفة. بص، أنا متفق على الجواز وأنت هتظهر. طبعا خبر موتك هيغطي على خبر هروبك. هتاخدها الأوضة وتولع فيها، بعد دقيقتين بالظبط هيغمى عليها بسبب نقص الأكسجين في المخ. هتخرجها، هتلاقي الدكتور مستنيك بحقنة أنسولين بالكمية المظبوطة. هنا في احتمالين،
يا إما هتخش في غيبوبة يا إما هتفقد الذكاء. وخالد سيبه علي، أنا هتصرف معاه. الخطة كانت ماشية زي ما أنا عايز بالظبط لولا ظهور هالة طارق ودخلت معاها الضابط معتز اللي كان ماسك القضية بتاعتك. وقتها كان لازم اتصرف، عشان كده بدل موتك في حادثة بقى موتك في بيت معتز. بس اللي ما كنتش عامل حسابه انه يهرب، وهالة ساعدته كمان، عشان كده كان لازم ألعبها وألعبه. فدخلت واحدة تشغله عن اللي عايز يعمل. وانت عرفت موضوع حسابات بره ده ازاي؟ برافو برافو يا محمد. داود الطحاوي لما سألني هحولك الفلوس فين قلت له حولها لي على حساب محمد بره، أصل أنا مش عايز حد يحس بأي حاجة والفلوس تتجمد. وفعلا ما كدبش خبر، سألني قال لي محمد حساباته بره زي ما هي ولا هو غيرها. أنت شرفك إن داود يعرف حساباتي بره؟ عشان هو الشخص الوحيد اللي انت وافقت انك تشاركه، ده غير ان بابا كان بيتخانق معاك دايما عشان كنت تحول له فلوس بعد ما اتقبض عليه. كنت تاخد الفلوس من هنا وتحولها هناك بره، يبقى ازاي مش عارفه. والاهم من كل ده انت اللي خليتني اقدر اوصل لداود الطحاوي في السجن. اصل وجودك بره السجن والورق اللي انت ماسكه على جمال الدين ورجالته هو اللي خلاني اقدر اخش السجن اعمل معاه الديل ويومين ثلاثة واخرج. يعني شفت ان الفرصة التانية في الحياة كانت لي انا مش ليك؟ هتقتلني يا عيسى؟ بس للأسف اضطريت بحق.